لقد بدأت مشوار الألف ميل من قرية صغيرة في ولاية عامة مكمن بن عمار متوجها نحو وهران، حيث حملت حقيبة الزاد هناك لأحط الرحال بالعاصمة. هو مشوار كلل بالنجاحات على كل من الأصعدة الفنية والمهنية، وبلغة أصح رفضت الخضوع لأوامر الطبيعة، حيث كانت كل المؤشرات تدل على استحالة التقدم، لكن الإرادة أبت أن يكون ذلك. خلاصة القول أن الصعاب تهان عندما نحرر إرادتنا، فشكرا لكل شخص كان معي، وشكرا لكل شخص ما زال معي، وشكرا لشباب هذه القرية، دمتم أطيب الناس، وسلام الله عليكم.